السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم دكتور أحمد مطلق، أخصائي بالأمراض العصبية. محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن يعني معلومات بسيطة عن الرنين المغناطيسي. طبعاً إحنا عندنا الوسائل التشخيصية بالعصبي أكثر شيء هو الطبق المحوري والرنين المغناطيسي. طبعاً الطبق المحوري هو الأشيع والأسهل والخطوة الأولى لأي مريض عصبي. اما الرنين المغناطيسي هو بيعطينا بنيه تشريحيه للنسيج الدماغي وله استطلاعات اخرى. نحن راح ناخذ معلومات اساسيه، طبعا الحضور راح ياخذوا فكره يعني مبسطه عن الرنين المغناطيسي، بحيث اذا شاف يعني اي صوره ممكن يميزها زمن اول، زمن ثاني، زمن شلير. طبعا نحن مو مطلوب منا حتى نحن كاخصائيين عصبيين نكتب تقرير شعاعي بالصورة، بس ناخذ كفكرة أساسية إن شاء الله. راح نبلش إن شاء الله. طبعا هاي أول صورة للرنين المغناطيسي، وهذا أول رنين مغناطيسي. قديما كان يستخدم الرنين المغناطيسي بالجيولوجيا، يعني كانوا يحطوا فيه الصخور ليعرفوا هاي الصخرة فيها معدن ولا لا. طبعا وبعدين اكتشفوا أنه ممكن يعطي بنية تشريحية، لذلك صار يستخدم بالاستخدامات الطبية. هاي أول صورة رنين، وهذا أول صورة رنين. طبعا نشوف الرنين كان يأخذ مساحة يمكن غرفة كاملة. الشحوم والزيوت كانت كله حديد ظاهر، الشحوم والزيوت ظاهرة، والمريض يكون حوالي الكويل كله معدني تقريبا نص برميل، لذلك كان صعوبة جدا. بعدها بلشت أجهزة الرنين تتغير. الرنين المغلق اللي كان أول ما بدأ الرنين المغلق كان المريض ينحط جواته ويتسكر، طبعا ضغطه عالي، بس مشكلة هالرنين انه في المرضى اللي عندهم فوبيا من الاماكن المغلقة كانوا يواجهوا مشاكل كبيرة بهالامر، لذلك كانوا يضطروا يخطروا المريض من شان يصوروا رنين. بعدين صاروا فتحوا الرنين من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، خفت المشاكل، بس في ناس كمان نفس الامر بتحس حالها بالقبر وما يتصوروا لها الأمر. بعد طلع الرنين المفتوح، الرنين المفتوح خفت المشاكل كثير، يعني واسع كثير مثل ما شايفين على الشاشة، وخفت يعني الخوف من الرنين خف بشكل واضح. طبعا هذا رنين الأطراف من شان نفس المشكلة، يعني المريض ممكن يحط إيده إذا بده يصور مفصل المرفق، مفصل الركبة بيحط رجله، حتى نفس الرنين ممكن يستخدم كرنين للأطفال. رنين الحركة أو الرنين الديناميك ممكن يصور المريض وهو واقف وهو متسطح. طبعا هاي فائدة، هلا رح نعرض صورة. الفائدة بيطالع يعني الصور أو الأماكن اللي عليها ثقل مثل مفصل الحوض، مفاصل الركبة، الفقرات. مثل هاي عندنا صورة هاي المريض، في عندنا مريض عامل عملية ديسك قطني وفي ندبة عمل جراحي، المريض أجى بأعراض جذري، هاي الصورة وهو مستلقي. لما شافوا الصورة هيك، يعني هلا أي مريض بيجينا بهيك صورة في ديسك مثلا بين الرابعة والخامسة، ما واضح أكثر من هيك، بس على الديناميك على الحركة المريض واقف، بنشوف الصورة كيف صار يعني تضيق قناة شوكية شديد. ميزات الرنين، يعني يعطينا صورة بنية تشريحية واضحة، المادة البيضاء توضح، المادة الرمادية توضح، نوى القاعدي، نوى المخيخ تكون واضحة إذا الرنين ضغطه عالي. طبعا مضادات استطلاب الرنين، طبعا نبلش بمضادات الاستطلاب يعني الخطيرة. أول شيء هو ناظم الخطى. ناظم الخطى هو عبارة، نحن الرنين هو عبارة عن مغناطيس كبير، واي شيء له شحنه كهربائيه هو عباره عن مغناطيس،
لذلك ناظم الخطورة عبارة عن مغناطيس صغير، لأنه في شحنة كهربائية، في بطارية، في أسلاك، ممكن المريض يدخل برجفانات، اضطراب نظم، توقف قلب، لذلك هو مضاد استطاب مطلق. الكليبسات المعدنية بنحط لأمهات الدم بالدماغ، كمان مضاد استطاب. طبعا هلق من جديد في كليبسات غير ممغنطة، هاي طبعا تنكتب بتقرير العمل الجراحي إذا الكليبسات غير معدنية، ممكن نعرفها إذا نعرف إنه مضاد استطاب للرنين أو لا. الشغل الثاني، نحن بوضعنا الحالي وضع الحرب، الشظايا المعدنية تكون كثيرة، لذلك ما نسأل ضروري جدا، وخاصة الشظايا اللي بتكون بالعين أو جانب العمود الفقري، لأنه حركتها ممكن تأثر تعمل أذية بخروجها، خاصة بالعين والنخاع الشوكي. في عنا الحلزون الأذني، وفي عنا مضخات الأنسولين اللي بتنحط تحت الجلد، كمان إذا في معدن كمان تكون مضاد استطباب استعمال الرنين. طبعا هون بنشوف بالصورة إنه الرنين المغناطيس، ما حكينا هو مغناطيس كبير ممكن يشد أي معدن حواليه. هاي الصورة المشاهدة كرسي وضرب فيه، طبعا يعني سحب الكرسي بيكون بسرعة عالية، ممكن يتأذى الرنين وفصله، من نفصل الكهرباء عن الرنين لحتى ينفصل. وطبعا إعادة لما نصور مرتين للرنين غالبا يحتاج 24 ساعة تشغيل قبل ما يصور صورة ثانية، هاي إذا الرنين ضل شغال بعد الضرب. هاي صورة ثانية كمان نفس الأمر. هاي سرير عناية كامل سحبوا الرنين المغناطيسي. طبعا مراكز تصوير لازم تحط يعني حقل مغناطيسي او ما يتدخل شيء معدن على مراكز التصوير. حتى مراكز التصوير الحديثه صار حديثا انه يعزل الرنين عن الخارج، انه حتى الرنين مو بس هالامر، الهويات البيومتريك اللي بتجي تسجيل عليها بيانات تمسح البيانات، كروت البنك ممكن تمسح بيانات البنك عن الكروت الفيزا كارد والماستر كارد. طبعا عشان نفهم اليه الرنين قبل ما ندخل بالازمنه، مشان نفهم اليه الرنين، نحن عندنا الرنين المغناطيسي هو بيدرس حركه حقل مغناطيسي بالجسم. نحن مشان ندرس شيء بالجسم بندور على اكثر شيء بالجسم اللي هو موجود الماء، والماء اكثر شيء موجود فيها هي ذره الهيدروجين. لذلك دراسه الرنين المغناطيسي بتعتمد على حركه الهيدروجين. طبعا هاي انه الماء فيها ذرتين هيدروجين وهو اكثر شيء بالجسم. هلا هذا مقطع فيديو راح يظهر لنا يعني هون اليه الرنين اللي بنمشي عليها، محل ما مكتوب MRI imaging هون راح يمشي زمن التصوير. تمام، هون مثل ما شايفين في عندنا ذره هيدروجين ثابته، وفي عندنا هون نحن ذرات هيدروجين. هلا اذا شغلنا الفيديو مثل ما شفنا في عنا ذرة هيدروجين السوداء اللي بالأخير ثابتة ما تحركت، وفي ذرة عليها دوائر حمر كمان مشيت والتصوير ما لحقها، وفي ذرات لحقت هذا بالخط بين الخطين البيض أو المستطيل الأبيض. تمام، منشان نفهم الآلي، ذرة هيدروجين ثابتة ما تحركت طلع لونها أسود، وذرات هيدروجين تحركت بسرعه كمان طلع لونها اسود، وفي ذرات هيدروجين متحركه بسرعه طلعت بالزمن الاول، هذا التصوير هذا الزمن الاول. الزمن الثاني مشان ذرات الهيدروجين اللي ما لحقوا التصوير بالزمن الاول بنطالعهم بالزمن الثاني. نفس الامر، في عندنا ذره هيدروجين ثابته ما تحركت، في ذرات تحركت بسرعه، وفي ذرات طلعوا بالزمن الاول وطلعوا بالزمن الثاني. هلا مشان نفهم آلية الرنين، الرنين شروطه انه تكون ذرة هيدروجين وتكون متحركة. هاي شرطين الرنين مشان يتحقق اللي بدنا اياه.
طبعا هلا نحن بنحكي هلا ذره الهيدروجين الثابته ما تحركت، وين اكثر نسيج بيكون ثابت او متين؟ هو نهايات العظم. تمام، هاي غالبا بالرنين بتطلع لونها سوداء، اما على الطبقه بتطلع لونها بيضاء كثافه. اما ذرات الهيدروجين اللي عم تتحرك بسرعه وما لحق التصوير هي الاوعيه الدمويه. تمام، بيمشي الدم ما بيلحق التصوير، لذلك بيطلع الدم لونه اسود. وفي عندنا شغله ثانيه، الهواء كمان، هواء ذره الهيدروجين بتحرك بسرعه كمان بيطلع لونه اسود. هلا كاشارات في عندنا نحن مصطلحات، انه مرتفع الاشاره ومنخفض الاشاره ومعادل الاشاره. منخفض الاشاره لونه اسود، مرتفع الاشاره لونه ابيض، معادل الاشاره بيكون اللون بيناته الرمادي. نحن كاحتمالات رياضيات في عندنا الزمن الاول والزمن الثاني، يكون انه منخفض بالاول منخفض بالثاني، او مرتفع بالاول ومرتفع بالثاني، مرتفع بالاول ومنخفض بالثاني، او منخفض بالاول ومرتفع بالثاني. ما في عندنا غير احتمالات هيك كاشاره، اما هيك او هيك يعني. طبعا نحن مثل ما حكينا انه منخفض بالاول ومنخفض بالثاني. نتذكر مقطع الفيديو انه هو ذره الهيدروجين اما الثابته او اللي تحركت بسرعه. بيكون في عندنا احتمالات الهواء والاوعي والدم بالاوعي ونهايات العظم. يعني وبتشمل التكلسات العظميه بالدماغ يعني. في عنا نهايات الأربطة، نهايات الأربطة كمان بتكون كثافتها عالية، لذلك ممكن تطلع لونها أسود. هلا السوائل بشكل عام بيطلع لونها أبيض، وهذا بيميزنا الزمن الأول عن الزمن الثاني. يعني هاي الصورة الأولى هي عبارة عن الزمن الأول. الزمن الأول بيكون المادة بيضاء بيضاء والرمادي رمادي والسائل أسود، يعني موافقة للتشريح. السائل أسود والمادة بيضاء بيضاء والرمادي رمادي. الزمن الثاني بيكون السائل أبيض، إما منطلع على البطينات أو على كرة العين. البطينات بيكون السائل جواتها سائل أبيض، أو كرة العين الخلط الزجاجي بيكون أبيض. طبعا هو كل السوائل عادة تطلع بيضاء، عشان يعني ممكن يفيدنا بالحبل، ممكن يفيدنا بسائل دماغ الشوكي، البول، الخلط الزجاجي كله بيطلع لونه أبيض. الشغلة اللي ممكن نشوفها لون أبيض على الزمنين، الزمن الأول والزمن الثاني، هو النزف تحت الحاد. هلأ النزف الحاد ما هو مستطب بالرنين المغناطيسي. ليش؟ لأنه نحن حكينا النزف الحاد هو مثله مثل الدم الموجود بالأوعي، بيطلع لونه أسود أو ممكن يطلع لونه رمادي ونضيع، يضيع التشخيص علينا، ما يبين معنى التشخيص. أما النزف تحت الحاد بعد ما يتكون الهيموسيدرين ممكن يصير لونه أبيض، لذلك بيطلع الزمن الأول والزمن الثاني لونه أبيض. طبعاً هون ما ذكرنا الزمن فلير. زمن فلير هو التيتو ناقص السوائل. التيتو قلنا السائل بيكون أبيض، بالإضافة إنه بيكون المادة بيضاء رمادي والمادة الرمادي بيضاء، يعني عكس الزمن الأول. الزمن الأول مثل ما حكينا إنه هو موافق للتشريح. الزمن الثاني بيكون السائل أبيض، الفلير هو نفسه الزمن الثاني بس حذف السوائل. تمام، بس بيكون المادة بيضاء رمادي ورمادي بيضاء. طبعا نحن بنطلع على التلافيف، ممكن نطلع على النواة القاعدية. إذا لاحظنا بالصورة الأولى تلافيف من الخارج لونها رمادي، بعدين تحت مادة بيضاء، لاحظنا النواة القاعدية هي لونها رمادي كمان. اما بالزمن الفلير بيكونوا بالعكس. طبعا هاي رنين قطني، رنين قطني نفس الامر، بنطلع سائل الدماغ الشوكي بنعرف حالنا باي زمن. الصوره الاولى هي الزمن الاول، الصوره الثانيه زمن ثاني. شيء مهم، نحن قلنا السائل بيطلع لونه اسود. اذا انتبهنا على الاقراص بين الفقرات بالزمن الاول، السائل لونه اسود، يعني الغضروف لما بيكون فيه سوائل بيطلع لونه اسود. بالزمن الثاني بيطلع لونه ابيض لانه فيه سوائل. اما اذا انتبهنا على القرص الاخير بين الفضائيه الخامسه بعد الجزئيه الاولى بالصوره الثانيه، والزمن الثاني طالع لونه اسود، هذا بيدل انه فيه تجفف الغضروف.
تمام، بالإضافة إنه في ديسك مرافق. طبعاً هاي الصورة بتوضح لنا، الصورة الأولى هي طبقين مع الحقن، بتوضح لنا الأوعية الظاهرة إنه فيها مادة صليبة. نحن منشان نقارنها مع صورة الرنين. صورة الرنين بالزمن الأول والزمن الثاني منشوف الأوعية، قلنا إنه الدم عم بيتحرك بسرعة لذلك بيطلع لونه أسود. منشوف الأوعية مرتسمة بالزمن الأول بالزمن الثاني باللون الأسود. طبعا مثل ما حكينا الرنين هو بيدرس لنا حركة الهيدروجين، لذلك نحن تقنية الرنين ممكن نحدد بأي جهة بدنا إياها. هلا الـ MRA هي بيطالع لنا حركة الشرايين الدماغ، بنحدد نحن تقنية الرنين إنه منا تصوير ذرات الهيدروجين من الأسفل إلى الأعلى. طبعا الشرايين متجهة من الأسفل إلى الأعلى، لذلك بيطالع لنا الشرايين فقط. الـ MRV هي حركة الأوعي، نعطيه بتقنيات الرنين نقول له منا جهة ذرات الهيدروجين اللي نازلة من فوق لتحت، بيطالع لنا الـ MRV. الـ MRCP هاي بيطالع لنا حركة الصفراء ضمن الأقنية الصفراوية ضمن قناة البنكرياسين. هون إيش بنستفيد منها؟ نحن قلنا التكلسات تطلع لنا أسود، لذلك حصيات الكلسيم ممكن مثل ما هون مبين معنا آخر قناة الجامعة في انقطاع بلون أسود، هاي ممكن يدل إنه في حصات كلسيم. طبعاً الـ MRU بيطالع لنا حركة البول من الكلية باتجاه المثاني، طبعاً بدون أي حقن مادي ظليلي، وهذا بيفيدنا بمرضى قصور الكلوي. يعني ممكن نستفيد منه كحركة إذا في انقطاع أو تضيقات أحليل أو حصيات بدون حقن مادي ظليلي وبدون شيء. هلا هاي معلومات حكينا عليها بشكل عام، الزمن الأول والزمن الثاني والفلير. طبعاً في تصاوير وتقنيات كمان بالرنين، هي الديفيوجن اللي بيفيد بالاحتشاءات الدماغية، والإيديسيمات كمان بيفيد بالاحتشاءات والأوراق، بس نحن ما ندخل بالتفاصيل، يعني هاي شيء أخصائي للعصبية. دكتور أحمد زعبي معنا؟ صوتك ضعيف.